لو عايز تحول او تسحب فلوس وما عندكش حساب في البنك، تعال اقول لك ازاي تعمل ده بكل بساطه. كل يوم بنسمع عن المحافظ الالكترونيه، طيب ايه هي واستخدمها ليه اصلا؟ انت مثلا لو ما عندكش حساب في البنك لاي سبب وعايز تحول فلوس لحد كده خلاص مش هينفع؟ لا هقول لك لا، لان المحافظ الالكترونيه حلت المشكله دي وتقدر تحول وتسحب وتعمل ايداع من غير قيود مفروضه عليك. كل اللي محتاجه عشان تفتح المحفظه بطاقتك ورقم موبايلك، وطبعا يكون متسجل باسمك. والمحافظ مش لشركات الاتصال بس، لا ده في محافظ للبنوك كمان، فكده الموضوع بقى متاح واسهل بكتير. طيب اعمل المحافظ دي فين؟ هتروح اقرب فرع ليك من شركات الاتصالات اللي انت بتفضلها او اقرب بنك. وبالمناسبه انت ينفع يكون ليك اكتر من محفظه، يعني ممكن يكون ليك 3 محافظ على الرقم القومي بتاعك بس لكل محفظة رقم موبايل واحد. طيب ممكن اعمل ايه بالمحفظة بقى؟ المحفظة تقدر تحط عليها فلوسك بدل ما تمشي مبالغ كبيرة في جيبك، وهتنقذك في اوقات كتير جدا. او زي مثلا انك في جامعة بعيدة وعايز فلوس من اسرتك، هتقدر من خلال المحفظة بعد ما هيحولوا لك الفلوس انك تسحب المبلغ اللي انت محتاجه. وبما ان الدراسة خلاص على الابواب، فانت تقدر تدفع من خلالها مصاريف الجامعة بتاعتك. كمان من خلالها ممكن تدفع فواتير الكهرباء والمية والنت من وانت في البيت، واي مكان هيلزمك بدفع الفيزا فانت امان واستخدمها. وعموما المحفظة امان ليك بدل ما تحط الفلوس في البيت او تمشي بمبالغ كبيرة في جيبك. طب ازاي اسحب الفلوس من المحافظة الالكترونية؟ بتروح لاقرب مكنة ATM وتعمل خدمات بدون بطاقة وتسحب الفلوس، ساعتها يبعت لك رقم سري في رسالة تدخله في المكنة وبس كده انت سحبت الفلوس وبقيت في ايدك. اما بقى لو عايز تعمل ايداع، فهتروح لمكنة بتدعم خاصية الايداع وتختار خدمات بدون بطاقة، بعدها اختار محفظة الهاتف، بعد كده تعمل ايداع وتدخل رقم موبايلك والرقم السري، واخيرا هتدخل المبلغ اللي انت هتحطه وتأكده، وخلاص كده جالك اشعار بنجاح العملية. وبكده المحافظ الالكترونية هتوفر لك سرعة، انجاز، وامان.